تحويل كابتن سيد عبد الحفيظ الى التحقيقات، هو ده اللي شغال فيها الوقت الحالي. كل الناس شغاله عماله بتتكلم، المحامي بالنقد محمد حامد تقدم ببلاغ ضد للنائب العام ضد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اللي حصل على الدكتوراه الفخريه وكلنا عارفين حصل على الدكتوراه الفخريه علشان خاطر ايه؟ جهوده في اداره الكره وجهوده في كلاعب كره قدم ومش عارف ايه وخبراته والكلام ده كله. ولكن في الوقت الحالي اللي حاصل ان كابتن سيد عبد الحفيظ بعض المصادر داخل النادي الاهلي قالت انه هيتم التحقيق معاه علشان خاطر التزوير اللي حصل في الشهاده دي، وان طبعا الجامعه دي مش جامعه اصلا، ده هي عباره عن شركه مسجله فقط لا غير، وليس هي جامعه اكاديميه وليس ايضا هي مسجله في المجلس الاعلى للجامعات. ده اللي شغال في الوقت الحالي بخصوص كابتن سيد عبد الحفيظ والدكتوراه الفخريه. المحامي محمد حامد، الراجل ده محامي بالنقد يا جماعه، تقدم ببلاغ النهارده او ممكن من كام ساعه كده بالظبط، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كابتن سيد عبد الحفيظ، بيقول فيه ان الشهاده الفخريه دي عباره عن شهاده مزوره، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ده عباره عن تزوير للراي العام، فان الراجل اخذ دكتوراه فخريه هي مش حقيقيه بالمره، ملهاش اي علاقه بالحقيقه، وهو اخذها ونسبها لنفسه، ومش بس كده ده نشر الموضوع والموضوع كبر وكل الناس بدات تتكلم على الموضوع ده. باختصار يا جماعه انا من وجهه نظري مفيش اي حاجه هتحصل اطلاقا. انا واحد عن نفسي لو هتسالني عن الدكتوراه الفخريه اقول لك ان الدكتوراه الفخريه دي تتاخد للاشخاص اللي هم ذو علم بغض النظر عن اي مجال، ولكن انت بتاخدها بعد صعوبات كتيره جدا بتمر بيها، بعد نجاحات، بعد اكسبيرينس كبير جدا في مجال عملك، في حاجات كتير جدا تندرج تحتها الدكتوراه الفخريه، ولكن الدكتوراه الفخريه اللي بتمنح للفنانين ولاعبي الكوره والكلام ده كله انا مش مقتنع بيها تماما، لان انا عايزك تبعد فكره الالعاب، فكره الفن، فكره الكلام ده كله عن الحاجات العلميه اللي زي كده. ولكن دي نظامهم ودي دنيتهم اللي هم ماشيين بيها وما علينا. واحد يقول لي يا عم طب ما ممكن يكون واحد فنان دلوقتي وهو مثلا حاجه قيمه في انا مالي ومال تقييمه في المجتمع بالدكتوراه؟ انت تاخد ايه دكتوراه اصلا؟ انا مالي وما انت راجل فن بتقدم محتوى حلو بقى مش حلو، عجبني ما عجبنيش، ملوش اي علاقه بالدكتوراه الفخريه. لاعب الكوره نفس الكلام، انت راجل بتلعب لعبه تاخد دكتوراه فخريه بناء عليه؟ برضه انا مش مقتنع بالكلام ده اطلاقا. ولكن هيتم العقوبه بالفعل كابتن سيد عبد الحفيظ او التحقيق معاه؟ انا شخصيا بقول لك لا، مع ان يعني بنسبه كبيره جدا هيتم التحقيق، ولكن انا شخصيا بقول لك لا. لا ليه بقى؟ لان بالفعل ما فيش اي تحقيقات هتتم مع كابتن سيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي اطلاقا. بعض الناس بتقول انه هيتم التحقيق من قبل مسؤول النادي الاهلي داخل القلعه الحمراء، وانا شخصيا بنفي لك الكلام ده كله، بقول لك ان الكلام ده مش هيحصل اطلاقا، الكلام ده مش هيحصل، كابتن سيد عبد الحفيظ مش هيتم التحقيق معاه على الاطلاق. سيبك من اي كلام بيتقال، سيبك من اي زيطه بتحصل في الاعلام، لان الاعلام شغال برضو على النقطه دي، ولكن انا من وجهه نظري بقول لك مش هيتم اي تحقيق اطلاقا مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وجايز يحصل، ولكن انا اعتبر ان انا بقول لك مفيش، وبالفعل مفيش.